كسوة ونفقة من أمير المؤمنين. الصدقة هي كل ما يتصدق الإنسان به على الآخرين، سواء كان فعلا أو قولا أو عملا أو مالا، ولكن سنخصص هذا الكلام حول التصدق المالي ونحن نعيش هذه الجائحة والأوضاع الاقتصادية الصعبة، احتلال غاشم، حصار، ومع مرض الكورونا وقلة الأعمال، وهناك بعض العمال يعتمد على عمله اليومي في إحضار قوته لأبنائه، نجد في حاجة ماسة للحديث عن الصدقة. الصدقة هي المال الزائد عن حاجة الإنسان يقدمه للآخرين كمعونة. وإذا نظرنا إلى آيات القرآن الكريم نجد أن الصدقة في بعض الأحيان كانت بمعنى الزكاة اللي هي واجب، وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، لأن الله عز وجل قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. إذن هنا فريضة اللي هي الزكاة. وفي آيات أخرى جاءت الصدقة بمعنى النافلة التي يستطيع أن يقدمها الإنسان للآخرين، لكن في بعض الأحيان هذه الصدقة النافلة تصبح واجبة في حق الإنسان. إذا مثلا في إلي جار، إذا لم أقدم له الصدقة ممكن أنه يموت من الجوع هو وأبناؤه، أو بحاجة إلى عملية جراحية، فبالتالي لابد أن أقدم من باب الوجوب هنا، لأنه أنا آثم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع وهو يعلم به. إذن هناك حق في المال غير الزكاة، وخاصة عندما تحتاج الأمة إلى هذه الأموال اللي هي أموال الأغنياء. الحقيقة إن الصدقات لها أجر عظيم عند الله عز وجل، لكن دائما الإنسان يخشى على المال، تحبون المال حبا جما، ويخشى أن ينفق هذا المال، لأن الإنسان بطبعه شحيح ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فهنا نحتاج إلى ماذا؟ إلى أن نوجه الناس أن هذا المال الذي ننفق في سبيل الله ومن أجل الفقراء ومن أجل المحتاجين، أن الله عز وجل سيبارك فيما تبقى وسيزيده. ليش سموها زكاة؟ بمعنى أنما عندما أتصدق تحدث نماء للمجتمع، عندما أتصدق بتزكي نفسية الفقير عندما يشاهد الغني يأكل ويشرب ويترفه وهو بحاجة لا يستطيع أن يجد قوت أولاده، فلما تقدم له الصدقة تحدث عملية التكافل والمحبة الاجتماعية. الله عز وجل يقول لولا أخرتني، الإنسان بقول في كتاب الله عز وجل كما جاءت في الآية، لولا أخرتني إلى أجل قريب فأتصدق، وكأنه الإنسان يتمنى من الله عز وجل يوم القيامة أو عند موته أن يؤجل هذا الموت حتى يعمل ماذا؟ التصدق. لا يقول فأقوم الليل ولا أذكر الله ولا أقرأ القرآن ولا أصوم إن كان هذا مطلوبا فأتصدق. لماذا؟ لعلمه بأجر الصدقة عند الله عز وجل. لكن لابد لنا أن نفهم كيف نؤدي الزكاة والصدقات، لأنه في خلل في بعض الأحيان في المسلكيات. أولا لابد أن تكون الصدقة من أفضل مال الإنسان،
ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. بمعنى الله عز وجل أمرنا أن نخرج أفضل ما عندنا للفقراء. مش يا مرة والله ضلت هالطبخة بدل ما نكبها جهزيها منحطها لجيراننا المحتاجين ولا نوديها لجمعية كذا. لا، الأصل أن تأخذ من رأس الطبيخ، رأس المال، أفضل الطعام، أفضل اللباس، ثم تقدموا للفقراء. هكذا يجب أن نفهم الصدقة. يعني بمعنى أنا لما أروح أشتري لأولادي زي ما بشتري لأولادي من نفس المحل اللي بشتري لأولادي بشتري لأبناء الشهداء والأسرى للمحتاجين. مش والله أنا عندي ثياب زايدة وبدال ما نكبهم يا مرأة وزعيهم. هو الحقيقة له بذلك أجر، لكن الأجر الحقيقي أن أتصدق بأفضل ما عندي للآخرين. الأمر الثاني، لابد لنا عند تقديم الصدقات أن نراعي موضوع احترام ذات الفقير. مش والله أدخل فيها الطرد وصوروني وأنزل على الفيسبوك وأنا بقدم وأنا بعمل. هناك فرق بين مؤسسة تريد أن تبين ماذا قدمت ولمن قدمت بسجلاتها، وبين هذه المؤسسة أن تذهب إلى بيوت الفقراء وتبدأ بالتصوير ونزلنا لهم أكل وذبحنا وهي وزعنا الذبيحة على الفقراء، وبصير عملية تشهير في هؤلاء الفقراء. الأصل أن نحترم ذات الفقير، بالأخص المؤسسات. يجب أن تتبع اليوم في بنك نزل له على البنك مال هو بأخذ، وأفضل شيء اليوم المال، الزكاة، سواء كان زكاة مال أو صدقة فطر. لأنه الطعام يمكن عندي طعام، فلان جاب لي طعام وفلان، طب بدي أدفع كهرباء، بدي أدفع ماء، بدي أدفع أقساط أولادي، بدي أدفع كذا. فالأصل أن نبادر بدفع المال بطريقة تليق بنفسية هذا الإنسان، وأن نبحث بالأخص عن فقراء يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. ما أنت وهذا العس بالليل؟ إن كان لابد منه فاجعل غيرك عليه. قد جعلت نفسي من المسلمين بمنزلة أبي العيال، أنظر أحوالهم في الليل والنهار ما وسعني ذلك، فإن الله ينظر في عملي في الليل وفي النهار. عود إلى فراشك يرحمك الله. هؤلاء الطبقة اللي بكون لابس ومرتب حاله بس ما عنده كوت أولاده، بينما الإنسان اللي محتاج ومسكين ومتذلل ببين عليه ومعطيه. طب هذا اللي عنده عزة نفس، هذا الأصل أن نبحث عنه أكثر من الآخرين. إذن لابد أن نحترم ذات الفقير وأن نحترم كرامة الفقير. الأمر الثالث، الأصل في التوزيع أن يكون حسب الاحتياجات. ليش؟ لأنه كثير منا يفهم الأقربون أولى بالمعروف، وهي مقولة صحيحة أو قاعدة صحيحة في الدين، إنه الأقرب هو أولى من الغريب. لكن هنا الأقربون أولى بالمعروف إذا تساووا في الحاجة. لكن أنا جاري أو قريبي أو ابن بلدي أو حمولة تانية هو أحوج من ابن عمي بكثير، فلمن أقدم؟ الأصل لمن كان هو أحوج، ما بنسى القريب بخلي له. لكن الكثير منا للأسف يحاول أن يوزع الصدقات والزكاة في هذه الأيام على الأقارب ويقول لك الأقربون أولى بالمعروف. حقيقة إنه هذا فهم خاطئ. لابد أن نوزع حسب سلم احتياجات وأولويات الناس، لأنه حقيقة اليوم في ناس وضعهم صعب بحاجة إلى أن يستفزوا الأغنياء، لأنه الأغنياء طريقهم إلى الجنة هذه الأيام من خلال مساعدة الفقراء والمحتاجين. ما بكفي إنه موضوع الطعام والشراب كما يظن البعض في السابق، إنه احتياجات الأساسية أنا بقدمها للفقير والاحتياجات الأساسية بس إنه يأكل ويشرب وينام. لا، اليوم احتياجات الأساسية، الكهرباء احتياج أساسي، الماء احتياج أساسي، النت أنا بعتبره احتياج أساسي، التعليم الجيد المناسب لأبنائي احتياج أساسي، الطب الجيد احتياج مناسب لأبنائي، ويجب أن أحرص على أنه يكونوا في صحة وفي تعليم جيد. فبالتالي لابد لنا أن نساعد الفقراء في هذا الشهر المبارك، وخاصة أن هذا الشهر المبارك تتضاعف فيه الأجور، كما جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم
الحسنة تضاعف إلى 70 ضعف، فكلنا بركز في هذا الشهر إنه يخرج زكاة أمواله، لكن لابد لنا أن نكون بطريقة واعية توزيع كامل على الجميع، لأنه ممكن بعض الأيتام يوصلهم مبالغ كبيرة والبعض الآخر ما حدا بيدري فيهم. تتم عملية مسح، تقديم هاي الأموال لمؤسسات رسمية مثل لجان الزكاة، مثل المؤسسات التي تدرس احتياجات المجتمع.